هو دليلك انه ربك اقوى من ربي واعظم من ربي؟ شنو دليلك؟ دليلك من سورة فاطر آية 28 التي يقول فيها إلهك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني إلهك يا أخ يوسف يخاف من الناس اللي تفكر واللي تشغل مخها. يا ريتك يا ده أنا ما شغلت مخك، مخك ده هيوديك في داهية قسما بالله. يا بنت خليك في ما أجمل إيديك بالنعلين يا بنت الكريم، دي حاجة سهلة عليك مثلا، إنما رايحة للقرآن والقواعد النحوية في القرآن، جاي تفسر القرآن، أنت ما تعرفيش الفرق بين الفاعل والمفعول به. الفاعل دائما يأتي مرفوع بالضمة، المفعول به يأتي منصوب بالفتحة. الآية بتقول الله، وهنا الله مفعول به منصوب بالفتحة، من عباده العلماء وهو الفاعل الذي يخشى من الله المفعول به. الحاجة دي انت قدامك 100 سنة ضوئية علشان تفهميها، قاعدة نحوية، وهو علم في القرآن اسمه علم التقديم والتأخير، لأن لفظ الجلالة تقدم على اسم العلماء، فلذلك جاء المفعول به قبل الفاعل. خليك انت في قلت أصعد إلى النخلة وأمسك بعذقها، دوائر فخذيك مثل الحلي، صورتك كأس المدورة، هذه الحاجات اللي تناسبك انت يعني وتناسب جميع النصارى، مالك انت بالقرآن؟ سلام يا زلمة.